رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. ريحه الكريمه مع الزعتر مع انا حطيت مكعب مرق على فكره، وعايزه اقول كمان ان احنا حطينا الزبده مع الكريمه مع اللبن مع الزعتر، وادي رشه جوز الطيب دي لازم. تعالوا بقى نعمل دلوقتي هنا البطاطس، انا رصيتها. بصوا بقى رصناها بالرصه اللي حضراتكم شايفينها اللي شكلها كويس. هاخد كده مكعبين كده من الزبده كده كده هنا في النص كده، وهنتبل تتبيله خفيفه للبطاطس بسيطه قوي، رشه رقيقه جدا، رشه فلفل حاجه كده، رشه الزعتر خفيفه، وعندي الاجبان اللي احنا هنحطها. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهناخد الشيدر اسفل البارميجان. بارميجانو اوريجانو دي احلى نوع جبنه بتتعمل مع البطاطس الجراتان الحقيقه، يعني طعم رائع. تعالوا بقى ناخد الكريمه الحلوه اللي احنا عملناها دي، بسم الله، مع رشه جوز الطيب وباقي المنكهات الجامده قوي دي. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده لوش او كبشه ونبدا لوش. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل كده بسم الله. طبعا هندخلها فرن 180 على الشبكه في النص، تاخد بقى وتدي مع بعض، والبطاطس دي تستوي وتبقى زي ما حضراتكم شايفين لحد ما تتشرب كويس قوي، والجبنه دي تبقى مالطت جدا وتبقى يعني قطع كده كريمي بقى البطاطس بطعم يجنن. بصوا بقى الجمال ده، بهديها لكل اصدقائنا اللي طلبوها واللي بيحبوا بيعشقوا البطاطس الجراتان اهو. خلاص هندخل البايركس ده الفرن، سيبوها بقى شويه هتتشرب وهتبقى جميله جدا جدا زي ما بنعمل صينيه اي حاجه حلوه بنعملها. حلو الكلام، تعالوا بقى نرجع دي هنا. بصوا بقى البطاطس تجنن بجد، امسح بس البايركس كده من حواليه، كل ده هيدوب وهيبقى رائع. طيب بصوا كده، بصوا الجمال. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ندخلها في الفرن هنا، ممكن ننزل رف كمان تبقى في النص افضل، وتعالوا نقفل. تاخد وقتها حوالي 40-45 دقيقة 50 دقيقة زي ما تطلع الوقت بتاعها، هتتشرب وتاخد اللون الذهبي الحلو اللي ده من فوق، تطلع بقى وتتغطى وتتساب تبدأ تهدى نشتغل ايه ناكلها بالهنا والشفا ان شاء الله. ده شكلها، وطبعا البطاطس بتبقى سبحان الله يعني كريمي طوس. هنبدا بقى نعمل وصفه لطيفه جدا، ممكن تكون نوع من انواع التغيير، ولكن احنا بنحب كلنا اكيد الرز بلبن، وبنحبه بكل الاشكال يعني وكل المنكهات، اللي بياكلوا بالايس كريم اللي بياكلوا بالقشطه اللي بياكلوا بالايس كريم والقشطه والمكسرات، يعني ليه توليفه كده. طب نجربناه بالمانجا، تعالوا نشوف كده طعمه هيبقى عامل ازاي. نقول بسم الله ونبدا فيه مقدم. عندنا الرز بلبن، ربع كوبايه من الرز، وعندي لتر لبن، نص كوبايه من السكر، وده عشان احنا عندنا مانجا، وعندنا نص كوبايه من المكسرات وده حسب الرغبه، وعندنا كمان معلقه صغيره من ماء الورد، ونص كوبايه من المانجا البيوريه، ونص كوبايه من قطع المانجا، ومانجا طبعا متقطعه للتقديم. انا سبقت حضراتكم بس في خطوه عشان ننجزها، اخذت الرز واستخدمته فرمته كده، فرمته شويه بعد ما اتنقع، ونقدر نستخدمه رز عادي جدا بيتنقع كويس جدا، وبعدين ناخده في اللبن. انا هنزله بقى لان انا اديته جرشه علشان يبقى ما بين الرز والقوام الكريمي شويه، واللبن هنا ساخن. هستسمحكم بس نرجعه هنا كده على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلب بالراحه.
خلينا بقى نقلب فيه. ممكن تبقى بالوش الجميل ده. بسم الله، تقليبه كده حلوه لحد ما ياخد القوام الحلو. اللي عايز يعملها بالرز المصري عادي من البداية، بس هي سبحان الله الوصفة دي تحديدا اللبن فيها، يعني أنا كنت ضد قوي إن احنا نعمل الرز بلبن من الألف للياء جوه اللبن على طول مباشرة، قبل ما ناخد شوية الرز يبدأوا شوية مع المية، لأن المية بتساعد كتير إن الرز ينفش بسرعة وما يخليوش يتشرب نسبة لبن كبيرة جدا. لكن احنا هنا الوصفة بما إنها يعني مختلفة تماما، فاحنا هناخد الرز، أنا حبيت أكسره شوية وده عشان يمنع انه يشرب لبن كتير. انا مش عايزه الرز المصري يبقى رزايه كامله، انا عايزاها شويه تبقى اتكسرت كده. وبعدين ابدا احطها مع اللبن هنا، انا غليته عشان ينزل في خليط سخن على طول، ونقلب. تعالوا بقى ناخد السكر كمان معاه. بسم الله، انا مش حاطه كتير، نص كوبايه واحده بس، وده عشان في مانجا والمانجا فيها نسبه سكر. طبعا احنا عارفين ان موسم السنه دي في ناس كتير قوي بتشتكي عشان المانجا مش حلوه، لكن بنحاول اهو ندعم المانجا اللي مش حلوه دي عشان الناس اللي زرعت والناس اللي يعني تعبت في المحصول بتاعها، نحاول اللي موجود نقدر نساعد ان احنا نعمل وصفات لطيفه بتبقى شكلها جميل. عموما هي اوانها لسه استلف برضو في نص سبعه، يعني ايه على 15 20 سبعة تبدا تبقى جميله، ان شاء الله الدنيا تبقى لطيفه ونستخدمها واللي حابب يخزن. بصوا بقى بنقلب كده تقليبه حلوه، هناخد كده معلقه ميه الورد. بسم الله، الوصفة دي ليها طعم كده مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. انا ممكن اشغل النار القريبة مني، هتبقى اعلى شوية، واجيب عليها الحلة دي اقلب بس هنا. بصوا هي نفس الفكرة، لو حابين نعمل مهلبية بدي الرز، عارفين حضراتكم ممكن تعملوها بالمهلبية برضو، ممكن تتعمل بالمهلبية وتضاف عليها المانجا البيوري، مفيش اي مشكلة خالص لو حضراتكم عايزين تعملوا كده. طيب تعالوا بقى، عايزه اقرب بس الحله دي عندي هنا بعد اذنكم، ممكن انقلها على الناحيه دي. ميرسي، شكرا. هنا بسم الله، هناخد كده هنا. بصوا يبدا بس يتقل شويه، حط بقى هنا. هنضيف دلوقتي بقى المانجو البيوري كده، هاخد كده كده نقلب تقليبة كده حلوة. بصوا من الحاجات الحلوة قوي، ممكن كمان احط فيها هنا شويه من مكعبات المانجا، وهسيب شويه للتزيين. الحاجات اللطيفه جدا جدا عندي. بصوا الله، الريحه تجنن، ولما هيسقع هيبقى احلى كمان. معلقه نشا او معلقتين في شويه ميه كده صغيرين، نقلب بقى تقليبه حلوه كده، ونحط شوية من النشا. أنا شعرة بالرز تحت. بصوا بصوا الجمال، بصوا الرز شوية ما بين المجروش والناعم، يعني ما بين المهلبية والرز بلبن. نحط بقى شوية بندق كده، اللي عايز يدعم اللون بشوية حاجة أصفر مفيش مشكلة، بس هو مش محتاج الحقيقة، وأنا مش عايزة أتقل عن كده لأنه هيتقل كمان لما يدخل التلاجة. بصوا الرز باين كأنه يعني مجروش حبيبات نونو كده. ممكن نحط بقى شوية من البندق كده جواها، مختلفة شوية. تعالوا بقى نغرف كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي بولات لطيفة هنا كده. بسم الله، نقرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله،
حاجه كده رائعه اما بتسقع. وبعدين نقدر نحط عليها بولت ايس كريم لو حابين، ونقدر نحط كده، بصوا الجمال كده. بسم الله، بصوا الجمال، بسم الله. من الحاجات الحلوة قوي، ريحته بتجنن. في قطع مانجا، في مانجا بيوري كده. كفاية، تعالوا بقى، تعالوا ناخد كده رشة فستق حلوة هنا. كده شايفين ازاي؟ ممكن بقى كم مكعب كده من، تمام، بصوا كم واحدة جميلة، طعمه جميل جدا جدا جدا. الله 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 الله. واحدة كمان الناحية التانية، بسم الله اهو. تعالوا بقى ناخد هنا، بصوا بعد ما بيسقع بقى نقدم لكم المانجو. بصوا الجمال، نقدم، بصوا يعمل بقى الوش اللي بيتكشكش كده ويبقى رائع. ونقدم برضو الأطباق دي معاهم، يسقع بقى في التلاجة بشكل جميل كده. شايفين بقى الفستق على وشه والجمال بعد ما بيسقع هيبقى يجنن. غطوا بس الوش بتاعه بكلامفل وانتم مدخلينه التلاجة، بعد ما يهدى بره تماما ويبرد تماما هنغطي بالكلامفل علشان ما يعملش قشرة، فيبقى كده جميل. اتمنى يا رب ان الوصفات النهارده تكون نالت اعجابكم. عملنا رز بلبن بالمانجا البيوري وقطع المانجا وزيناه بالفستق، وعملنا كمان النهارده صدور الدجاج بالديجان ماسترد وبطريقه كده سهله وجميله لصدور الفيليه. صدور زي ما انتم شايفين كده في الطبق بتتكلم عن نفسها. دقوا بس التست والطعم هتعجبكم جدا جدا. وعندنا كمان السلطه الحلوه اللي عملناها بالبرغل والخضروات، وعندنا البطاطس الجراتان اللي عملناها ودخلناها الفرن، وادي الصدور بالصوص الديجان ماسترد والكريمة. ان شاء الله رب تنول اعجاب حضراتكم. اتمنى يا رب نكون النهارده قدرنا نوفي يعني طلبات حضراتكم وكل اصدقائنا اللي قاعدين بيشوفوا الوصفات اللي طلبت خاصه بيهم. اتمنى يا رب انها تكون نالت اعجاب حضراتكم. اتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. و السلام عليكم.